السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس مامون. اليوم احنا موجود مع تي بي لينك اس سي 1200 مقوي شبكة ورينس اكستندر اكسس بوينت 3 في 1. اليوم انا اوريك كيف اسوي اعدادات. هو ركب سلك مباشر اشتغل على طول، في وراه موجود باسورد حقه. كيف تسوي مقوي شبكة لاسلكية بدون سلك؟ تمام، انا اوري اليوم طريقة حقه. هذا هو جهاز موجود شاحن هنا. تمام، اول شيء ركب الكهرباء، وهنا مفتاح باور لازم بشكل هذا نشتغل. تمام، هو دهين اخترن الواي فاي يفتح. اول شيء يروح على الواي فاي، تمام، الكونكشن واي فاي الشبكة، يروح على الواي فاي، اسم شبكة is تي بي لينك. تمام، شوف تي بي لينك 4G تي بي لينك 5G. اول ما يفتح هو يطلب باسورد، هذا رقم سري حق موجود هنا. شوف هو ده باسورد البين كود 9083717 9083717. تمام، اختار اول شيء. اذا انت شبك السلك شبكة بس ركب سلك شبكة هو الجهاز اشتغل. اذا انت تبغى مقوي شبكة رينس اكستندر، اول ما اطلب هو هنا موجود شوف تي بي لينك واي فاي دوت نت، هذا ويب سايت حقه. احنا اسجل هنا تي بي لينك واي فاي دوت نت، شوف هذا هو. اول ما يروح على اللينك هو كلام ركب باسورد ادمين 123 ادمين 123، هنا ادمين 123 بعدين ادمين 123، سوي ستارت. تمام، دحين يجي خيارات حقه، سوي نيكست. هنا يجي 3 خيارات: وايرلس راوتر، اكسس بوينت، رينس اكستندر. اذا انت تبغى لاسلكي بدون سلك سوي رينس اكستندر، بعدين سوي نيكست. تمام، بعدين هو هنا بحث الشبكة، شوف هنا موجود ايش شبكة هو حصل، هذا جولدن نانوتك، سوي كده بعدين سوي نيكست. تمام، و 5G كمان نفسه، سو نيكست. هو يطلب دهن باسورد، هنا حط باسورد راوتر قديم الرئيسي، انا حطيته واي فاي باسورد حق رئيسي. تمام، وانت تقدر تسوي كوبي نفس اسم اخر يجي 5G. انا سوي اسم حقه غير، ممكن سوي نفسه اسم برضو، شيل اخر هذا اكسترا، هو شوف EXT شيل هذا زيادة، يعني اسم زيادة 5G 4G برضو نفسه. لك أكبر مزاجك وأمورك الدنيا. تمام، سوي نيكست. الحمد لله، بعدين نيكست فينيش. خلاص كده هو جاهز. دحين هو غير اسم حقه وغير باسورد حقه. شوف هذا اسم جولدن نانو تيك، بعدين 4G EXT هذا اسم حقه، هذا اسم اول. تمام، دحين شوف فل اشارة واشتغل نت كله 100 100. شوف دحين انا اسوي تشيك السبيد. بقولك ما كلمتش الحاج حامد قريب، الحاج حامد شوف صورة كويس. تمام، هذا طريقة اقدر اسوي اعدادات. اذا بغير اسم تاني مرة لازم اسوي ريسيت، هنا هذا مفتاح ريسيت، سوي ريسيت بعدين اقدر اسوي اعدادات تاني مرة. ريسيت لازم تدوس من اي ابرة 10 ثانية كده خلص حساب عشان اخذ اداة تشغيل الجهاز. خلاص هو سير ريسيت، شوف كده ريسيت خلاص.